انتهى ديربي مدينة بريدة بين الرائد والتعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن الأسبوع 24 من الدوري السعودي. وتتحدد مساء اليوم السبت هوية الأندية الصاعدة إلى دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل عندما تجري منافسات الأسبوع 30 والأخير من دوري الدرجة الأولى، حيث يواجه المجزل المتصدر ضيفي الجيل في المجمعة ويلعب الاتفاق الوصيف أمام ضيفي الطائي في الدمام. ويسعى الباطن الثالث للتمسك بأماله وهو الذي فقد الصدارة في الأسبوع الماضي، وذلك عندما يواجه ضيفه الوطني، فيما لا تزال حظوظ العروبة الرابع في التأهل موجودة حينما يحل ضيفا على الشعلة في الخرج.